تعرض مبنى الجمعية الجغرافية القديم الأثري الجميل جدا إلى بعض التشققات والانهيارات التي يلزم بسرعة جدا أن احنا يعني نتلافاها ونقوم على إعادة توظيف هذا المبنى. المبنى اتبنى 1865، شوف كم عمره قد ايه، وأسسه بعد كده سنة 25 الملك أحمد فؤاد زي ما احنا قلنا. في تعرض للزلزال، مبنى قديم جدا وطبعا معمول بالطرق اللي هي بتاع زمان اللي ما فيش حوامل، يعني بيحشروا على الحيطه طبعا هندسيا، واحنا بنبعت الاثار نقول لهم تعالوا شوفوا المبنى. ده مبنى اثري مسجل تبع الاثار من 1995، والاثار مسؤوله عن المبنى ده، فيبعتوا لجنه كتر خيرهم بمنتهى البساطه، يجوا لجنه متخصصه يشوفوا كل الحاجات دي كلها، واكتبوا تقرير رائع جدا. كل الاعراض الموجوده من شروخ ومن تصدعاتهم ده يكتبوا تقرير. ايوه. ويقولوا لنا انتوا بقى اعملوا الحاجات دي على حسابكم. على حساب الجمعيه الجغرافيه. احنا ما عندناش حساب. قال لك على نفقه الحائز او شاغل المكان. احنا مالناش ده، حتى موردنا اللي كان موجود راح. احنا يا دوبك بالكاد بندي مرتبات موظفينا، وهي مرتبات محدودة أقل من الحد الأدنى المطلوب نديهم له. الآن زي ما حضرتك بتقول المسألة يعني مقسمة بين عدة جهات، وزارة التضامن الاجتماعي كتبعية، وزارة الآثار لأن المبنى أثري أثري، والوزارة الثالثة الأوقاف وهي صاحبة يعني توريد الريع، وفي النهاية نحن نواجه خطر هذا الانهيار بما به من كنوز. وزي ما حضرتك بتقول ان الدستور يعني في مادته 49 و50 بيصر على انه يعني التزام الدوله بحمايه الاثار والحفاظ عليها، وانه الماده 50 تراث مصر الحضاري ثروه قوميه تلتزم الدوله بالحفاظ عليها. برافو برافو. وبالتالي يعني بتضم صوتنا لصوت حضرتك، لانه هذه الجمعيه الجغرافيه بما تحوي من اولا علماء ومترددين ومحفوظات لابد من الحفاظ عليها. أنا هقول حاجة لو أذنتيلي عشان تعرفوا قد أهمية جمعية الجغرافية المصرية. الرئيس بوتين منذ عامين نصب نفسه رئيس الجمعية الجغرافية الروسية إدراكا منه إن دي عبارة عن بيت خبرة رائع جدا. كل الموضوعات اللي أنت عايزها موجودة، ما فيش موضوع موجود إلا عندنا متخصصين فيه. في المناخ التغير المناخي عاملين مؤتمر اللي هتعمل في نوفمبر في شرم الشيخ، عملنا مؤتمر وعملنا مجلدين، مجلد انجليزي وكان مؤتمر اقليمي حضروا حوالي كل الدول العربيه تقريبا معظمها. في التضاريس والشكل والارض عندنا، المدن عارف، القرى عارفينها، النظام السياسي، الموارد الماليه، الموارد المائيه، الاقتصاد، الزراعه، الصناعه، ده تخصصاتنا، وفي فروع الجغرافيا تشمل ده، عباره عن كل شيء. جمال حمدان لما ده استاذنا طبعا درس لي، لما قال كتب شخصيه مصر من اربع مجلدات رائعه جدا، ده جغرافيا لحد النهارده ما قاله جمال حمدان فاليد صحيح، رغم ان اخر كتاب سنه 1984. وبالتالي احنا عندنا الجغرافيا بيت خبره جميل. وانا في مجلس الشعب، مجلس النواب، في الجلسه في الدوره اللي فيها كان الاستاذ الدكتور علي عبد العال، قلت لهم كده انا في الجامعه الجغرافيه المصريه بينكم مترين ثلاثه، اتفضلوا بيت خبره لكل الموضوعات للساده النواب مجانا، وفي خدمتكم الرئيس الجمعيه لاقل عامل. بنقدم خدمه للدوله. وعلى فكره انا لا ازعج سرا، انا بتلجا الدوله احيانا الجمعيه الجغرافيه لبعض الاستفسارات. احنا عندنا رصيد كبير جدا جدا في كل الموضوعات القوميه.